من ضمن القرارات التي تم اتخاذها لمواجهة الارتفاع المذهل للأسعار في السوق المحلي وبسبب جائحة كورونا، إذا من ضمن هذه القرارات اتخذ فخامة الرئيس وقرر فخامة الرئيس إنشاء مركزية للشراء وتموين السوق. والهدف من هذه المركزية هو طبعا تأكد من تموين حوانيت أو تزويد حوانيت تآزر أو تموين تآزر، وثانيا كيف ما قال لكم الوزير توفير الأعلاف للمواشي في هذه السنة. إذن هذه بعد إنشاء هذه المركزية بادرنا مباشرة بالتأكد من أن الشحنات ستصل في الوقت المناسب، وقبل 3 أيام وصلت إلى ميناء نواكشوط سفينتين مزودتين بالسكر، شحنات من السكر والقمح، وبدأت تفريق هذه الشحنات فور وصولها للميناء. إذا إن شاء الله البرمجة التي تم اعتمادها كيفما أشار عليها معالي الوزير ستكتمل أو ستتواصل في الأسابيع المقبلة للتأكد بأن السوق سيكون مزود بالكامل قبل شهر رمضان بالبضاعة التي سيحتاجها السوق الموريتاني، وهذا موازاة مع طبعا استيراد التجار أو اتحادية التجارة باستيرادها للمواد الأساسية التي هي أكثر استعمال في فترة أو شهر رمضان. إذن المركزية بدأت مهامها ومتأكدين عنها إن شاء الله ربنا. الهدف اللي تم إنشاؤها من أجله لاهي نتوصلوا له، وطبعا لاهي نتموا في كل فترة إذا عاد ذاك يطلبوا الحال نعود نطلعوكم ياك توصلوا للمواطنين بأن قرارات فخامة رئيس الجمهورية إن شاء الله ستنفذ بالكامل في الوقت المناسب، وراجعين إن شاء الله عن الجائحة ما تعيق حتى الآن السوق مزود بالكامل، وهدفنا هو عنه السوق ما يتأثر بالاضطرابات اللي يعيشها النقل الدولي، وهذا هو هدفنا.